كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الأنغولية لواندا. ولدى وصول سيادته للعاصمة الأنغولية لواندا، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الأنغوليين وأعضاء السفارة المصرية في أنغولا. تأتي زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنغولا في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيداً على العلاقات الوثيقة بين البلدين.